إذا مشاهدي شفت تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين. كنحييكم مدينة أحفير، كانت واجدة بالضبط في واد كيس. إذا كما كتشوفوا العطور على جثة بشرية هنا في هذا الأثناء في الواد، استنفار أمني لرجال الوقاية المدنية والدرك الملكي بطبيعة الحال، مجهودات جبارة الآن العطور على البقايا. تواجد الشرطة العلمية هنا وا عرفت 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 وا اللي دارها مع الناس امور دي عادي ديك تهضر كتشوفوا جوطه جباره هي تشوف واحد الريحه كرامي تشوف فيها. اسمح لي خويا الله يعطيك الخير، راني نصور غير يحيدوا لي من الاخر. واه شتها اخت فيها بدك رسم هو دي يدير لي قويا وتخش فيها شتو. اذا كما كتشوفوا معنا الاخوان، نتمنى انكم تبارطاجوا هذا المباشر. اذا جريمه شنعاء لحد الساعه ما على المعلومات الاوليه انها جثه بشري، ما عرفناش واش راجل ولا انثى. لا مازال ما عارفينش. وانت جات الطبيب بنت اصلا. المهم حنا المعلومات اللي عطاونا رجال الطارق قال لك جوت ادميه وصافي. جوت ادميه قال ماشي بنت وما نعرفوش بنت. فهمت ما عارفينش. جوت محله وصافي. ماشي اللي كاين. باش ما نعطوش مغالطه الناس اللي حاضرين معنا في. اقتراح الله يطلع بيتي. اذا كما كتشوفوا معنا رجال الوقايه المدنيه، السلطات المحليه، رجال الدرك الملكي، كلشي حاضر هنايا. في هذا البث المباشر طبعا الحال نحاولوا نوصلوا لكم يعني شنو واقع هنا من واد كيس بالضبط بمدينه احفير. اذا كما كتشوفوا البلاصه اللي راهم فيها فين تما فين لقاو يعني جثه متحلله. كاين الشرطه العلميه هنايا، رجال الدرك الملكي، القوات المساعده، السلطات المحليه بطبيعه الحال، يعني كلشي حاضر ومجند باش يفكوا. كما كتشوفوا الشرطه العلميه ها هي غادي نحاول انه اسمح لي اخويا عزيز شويه زوموا لا غير هنايا تقريبا كلش فر هذا قال هذه قال لك شرعي بعد مازال ما قطعوهاش يمكن ياك ها فين راح هذاك الشيء حاصل هذا اللي رجلين مقطع اطراف طراف قطع رجلين لها باش تعرفوا شؤون واه ياك بحيد الله الله يستر صافي. إذا كما كتشوفوا معنا الإخوان واحد الريحة اللي هي حياتي يعني الشرطة العلمية خدامة في هذه اللحظات باش أنه نعرفوا شنو هذا. سمح لي خويا نجيب تما إلا بغيت صديق إلا بغيت الله يحفظك نجيب تما باش نشد مزيانة طلع الريحة نتكركب الله يحفظك شكرا يعطيك الخير. الإخوان ديال الدرك الملكي، قوات المساعدة، جهة السلطة، الوقاية المدنية، دابا متواجدين وسط الواد بطبيعة الحال. كنحيوهم على المجهودات الجبارة ديالهم. كما كتشوفوا معنا ها هما بداو كيهزوا الجثة. هما كيديروا حفر
الناس بارطاجيو مباشر. اذا استنفار امني هنايا، تحيه رجال الدرك الملكي قوات المساعده ورجال المطافئ بطبيعه الحال، يعني مجهودات جباره. كما كتشوفوا كياخذوا صور الجثه. هنا كيجمعوا الاطراف. كما كتشوفوا مع ديك الخنجره الكحله هي اللي فيها الاطراف ديال الجثه اللي لقاوها. اذا جثه متحلله. وذكركم كانت تواجدوا باقليم بركان، بالضبط مدينه احفير واد كيس، بجنبات مدينه احفير هنا فين تلقات. اذا كيقولوا بلي ان واحد الراعي ديال الغنم هو اللي لقى هاد الراعي ديال الغنم هو اللي لقى هاد جثة متحلله. حتى الساعه ما عرفناش واش ديال انثى ولا ذكر. بعد الاخ انثى ياك. اذا جاتنا معطيات الان انها انثى. شت لي هكا دير لي في الاخر تما، شت لي اللايف هكا. الله يتفق معاك خطات في التليفون. تلقى الريحة الهيهات كاينة الريحة. واه صافي Thank you.
أوه يا ما يجيب ده. بصلة. أبرز برز شوف تيفي ترى احنا خدينا الإيدي إخواني أخواتي رائحة هذه البقايا ديال الزيت.